شكرا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. اذا يتفوق الماسترز الاهلاوي على شباب طلائع الجيش 3-1. الف مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي طلائع الجيش. برحب بضيوفي الكابتن ممدوح اسماعيل، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن عيسى. كابتن احمد زكريا، الف مبروك. مبروك للنادي الاهلي طبعا، وهارد لك نادي الجيش، عمل يعني مباراه جيده جدا، خصوصا الشوط الثالث والرابع يعني. كابتن فنيا راي حضرتك ايه في احداث المباراه؟ واحنا زي ما توقعنا كده، بداية المباراة كان النادي طلاع الجيش يمكن عمل أخطاء كثيرة خاصة في الإرسال، زي ما قلنا لازم كان يضغط على الأهلي بالإرسال، وده اللي حصل في الشوط الثالث. يعني الشوط الثالث لما ابتدى الإرسال بتاعهم بقى قوي، ابتدى يحصل خلخلة في النادي الأهلي، لكن هم يمكن أول شوطين كان التفوق للنادي الأهلي واضح جدا. نادي طلاع الجيش ما يعني ما حتى احرز له النقاط، كانش تقريبا ما جابش ولا بلوك ولا إرسال في الأول شوطين، فدي طبعا بتعمل، وكان فرق السكور باين يمكن في السكور واضح. عشان كده كان السكور يعني هو في نقاط كتيره قوي، ان احنا الكره الطايره بيبقى الارسال رقم واحد، صحيح. تاني حاجه بيبقى حاط صد، بعد كده الديفنس والكونتر اتاك هو ده اللي بيبقى اكتر، اي فرقه بتنفذ الحاجات دي بيبقى الماتش بيبقى الشوط الاول والثاني تفوق واضح من النادي الاهلي في كل هذه طبعا الاهلي يعني حتى الاهلي برضو في يمكن الشوط الاولاني ما كانش في بلوك كتير، يعني يمكن عبد الله جاب 3 بلوك في الشوط الاولاني، كان في ارسال لعادل، وبعد كده يعني طلع الجيش ما حققش ولا نقطه من ال، يمكن عشان كان اغلب نقاط الاهلي بتخلص بنقطه، فما دي كانش في يعني يعني رد من نادي طلائع الجيش كتير، كانت اغلب النقط النادي الاهلي بيخلصها. لا طبعا ما ده كان وضحنا زي ما قلنا، يعني هيبقى واضح قوي، يمكن بس حصل الفرق ان اصابه عبد الله عبد السلام في الشوط الثالث، ونزل برضه في طلائع الجيش مصطفى جابر، ويعني فرق مع الفريق كتير قوي، يعني عمل اللي ابتدى اللعب زي ما كابتن ممدوح قال، اللعب السريع قوي، الكره السريعه اللي البلوك ما يقدرش يلحقها، صحيح. فهو ده اللي فرق، صحيح. مع طلائع الجيش. طب كابتن ممدوح، يمكن الشوط الثالث هو نقطه التحول، يمكن لقينا طلائع الجيش خد ثقه اكتر، بدا يهاجم، بدا استقباله يكون احسن، رايك ايه يا كابتن؟ زي ما تفضل كابتن احمد طبعا، وقال ان خبره لعيبه النادي الاهلي وبدايه المباراه كانت حماسيه جدا، وكانوا مسيطرين على الشوط الاول والثاني. احمد صلاح نجم النجوم مع عبد الله عبد السلام، الف سلامه عليه، وان شاء الله تكون اصابته خفيفه عشان يلحق ماتش الزمالك. طب كابتن، بمناسبه حضرتك يعني جبت سيره عبد الله عبد السلام، تسمح لي اروح ارض الملعب مع مراسلنا شريف شعبان ولقاء مع عبد الله عبد السلام عشان اطمن عليه؟ اتفضل يا شريف. يلا بالشرطه اروح على طول. تحياتي ليك يا كابتن عيسى ولضيوفك ولكل مشاهدينا. مليون مبروك فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش 3-1 او 3-1 بمجموع الاشواط. نطمئن على سوبر ستار النادي الاهلي عبد الله عبد السلام. الاول بقول لك مليون مبروك فوزكم اليوم على فريق طلائع الجيش، فريق عنيد ويمكن تعبنا في اخر شوطين، بس اهم حاجه طمنا على كتفك. الاول الله يبارك فيك، برحب بكابتن عيسى وكابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل، ببارك لهم، بقول لهم الف مبروك وشكوا حلو علينا. اول حاجه انا اخذت كدمه في عظمه الكتف، ان شاء الله دلوقتي طالع على المستشفى عامل اشعه اكس راي، ان شاء الله تبقى كدمه خفيفه باذن الله رب العالمين. كابتن عيسى بقول لك خضتنا عليك، وباذن الله هتكون خفيفه باذن الله، والف سلامه. ربنا يخليك كابتن عيسى، الله يسلمك، وان شاء الله تبقى خفيفه كده ونلحق الماتش الجاي باذن الله. حسيت بحاجه في كتفك يعني؟ قول لي. والله هو في شويه تنميل كده وفي سنه ورم، ان شاء الله رب العالمين يعني اطمن دلوقتي، ان شاء الله تبقى كدمه خفيفه باذن الله والحق الماتشين الجايين باذن الله. نعمل اشعه دلوقتي ولا نعمل ايه؟ دلوقتي ان شاء الله رب العالمين على طول مباشره بعد ما اخلص مع حضرتك هطلع عشان ان شاء الله على المستشفى باذن الله. بعد الهوا نتمنى عليك تليفونين باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يخليك. ليه الجيم اتصعب في الاخر؟ والله يعني الحمد لله زي ما انت حضرتك شفت الجيم الاولاني والثاني اداء محترم وكويس وتركيز عالي جدا. الشوط الثالث في استعجال على المكسب، في خوف وزياده عن اللزوم حاصل في المكسب، فطبعا اللي بنط قلت في الشوط الثالث، ابتدت تحصل اخطاء كثيره، والحمد لله رب العالمين يعني خسرنا شوط، بس الحمد لله رجعنا الجيم الرابع باداء حلو، الحمد لله رب العالمين خلصنا نتيجه السكور زي الشوط الاول والثاني. ربنا يخليك، شكرا. اتمنى عليك وباذن الله سليمه باذن الله وخير. وقتك ان شاء الله، شكرا، الله يخليك، شكرا حبيبي. كابتن هيثم، ده كان لقاء طبعا مع عبد الله عبد السلام نجم نجوم النادي الاهلي، وباذن الله نطمئن عليه بعد اجراء الاشعه اللي هتكون بعد قليل. مستمرين معاك في تغطيه خاصه وحصريه طبعا لشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن محمد معوض نجم من نجوم النادي الاهلي، معوض
الف مليون مبروك فوزكم اليوم الاول، حتى كابتن هيثم السعيد ليك والكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل، ومليون مبروك فوزكم اليوم. بسلم على الكباتن في الاستوديو حبايبي كلهم، الحمد لله كان ماتش صعب شويه، صعبنا علينا، كان الماتش ماشي كويس الحمد لله، كسبنا اول شوطين بسهوله، الجيم الثالث ممكن نقول يعني حصل ممكن تركيزنا قل شويه، ان الماتش كان ماشي ممكن سهل شويه، بس الحمد لله في الجيم الرابع قدرنا تاني نبتدي نركز تاني، وبرده الحمد لله خلص بفرق مرتاح الحمد لله. ليه مستوانا اقل في الشوط الثالث؟ بالتالي ممكن قل التركيز شويه، احنا كنا متوقعين الماتش هيبقى يعني اقوى من كده فنيا، لان فريق الجيش ممكن ما كانتش باحسن حالاتها النهارده، كنا ممكن متوقعين فولي اعلى شويه، فكسبنا الاولاني في الثاني، فغصب عنك بيحصل شويه تراخي كده ذهنيا، بس الحمد لله المهم ان احنا قدرنا نكسب 3-1، 3-0 من 3-1 مش فارقه كتير الحمد لله، خدنا الثلاث نقط وعقبال اللي جاي ان شاء الله. عندنا مباراه صعبه الماتش الجاي مع قناه ان شاء الله، في المتناول ماتش في القناه في صالتهم، طبعا فرقه محترمه لازم نحترمها، معاهم محترفين السنه دي ماشيين كويس، ان شاء الله نقدر نكسبه، لازم ناخد ماتش وبعد كده نفكر ان شاء الله في القمه ماتش الزمالك باذن الله. مليون مبروك، الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا. كابتن هيثم مستمرين معاك، معايا انك طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي محمد عادل، مليون مبروك يا ابو حميد، وعملتوا جيم النهارده كويس خصوصا الشوط الاول والشوط الثاني، حصل دروب شويه في الشوط الثالث، ولكن احنا مش هفضل متسيد طول الماتش، بلاعب فرقه كويسه جدا وعندهم افراد كويسه جدا، عموما مكسب مهم في وقت مهم. الحمد لله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، النهارده كان ماتش مهم جدا طبعا، بلعب فرقه محترمه، حاصلين قبل كده على 2 دوري و2 افريقيا، ففريق محترم الحمد لله، كسبنا ماتش النهارده، عندنا ماتش القناه هنركز فيه، هنخلص ماتش القناه، عندنا ماتش الزمالك، ماتش دوري، وربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه عشان نحصل له على رقم الدوري ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي مش شايف غير بطوله الدوري ان شاء الله، والله البطوله السنه دي صعبه، كل الفرق مدعمه، حصل لنا بعد الدروب شويه بعد ما جاء الفرقه، نص الفرقه جالها كورونا او كل الفرقه جالها كورونا، استعدينا بشكل جيد الحمد لله، وان شاء الله جاهزين لماتش القناه في الماتش اللي جاي يوم الجمعه، والماتش اللي جاي اللي بعد يوم الاثنين ان شاء الله الزمالك هنستعد له بشكل كويس، وعندنا معسكر من يوم السبت او الاحد غالبا عشان ماتش الزمالك في الزمالك ان شاء الله، ونقدر نكسب هناك ونتخطى مرحله الزمالك وان شاء الله مصادرين الدوري كالعاده باذن الله، نعدي القناه على خير ونركز بقى في الزمالك ونكسبهم في الزمالك باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله حبيبي، باذن الله، ان شاء الله، بارك فيك، شكرا. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا طبعا في داخل صاله النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي اليوم بمجموع الاشواط، الشوط الاولاني 25-16 للنادي الاهلي، الشوط الثاني 25-14 للنادي الاهلي، الشوط الثالث 26-28 لطلائع الجيش، الشوط الرابع 25-16 للنادي الاهلي، مليون مبروك فوز النادي الاهلي 3-1 على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. عاود لك من جديد كابتن هيثم، اتفضل. شكرا جزيلا مراسلنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي من ارض الملعب شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ممدوح، يمكن قطعت حضرتك، ويمكن برضو اطمنا على عبد الله عبد السلام. الحمد لله على السلامه يا عبد الله، طبعا عوده ان شاء الله حميده، نشوفك في ماتش الزمالك في اكس راي هيعملها برضو ان شاء الله، لا ان شاء الله خير، هو بس دولا ايده تقيله وصعب شويه بس ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه، ونشوف في الملعب يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، يعني يمكن برضو حضرتك كنت قطعتك قبل ما نروح لارض الملعب مع شريف، وكنت حضرتك بتتكلم عن الشوط الثالث، وان في حاله نفسيه شويه، بيبقى في قلق شويه من الشوط الثالث. هو كمان طبعا اعمار لعيبه نادي الجيش صغيرين في السن، وبيلعبوا نجوم كبار زي احمد صلاح وعبد الله وعادل واثنين محترفين. يعني الموقف صعب طبعا على اولاد صغيرين لسه في السن ده، ويمكن كابتن ابراهيم مقدر كون ان هم رجعوا في الشوط الثالث ده، حاجه كويسه لنادي طلائع الجيش ان هو قدر يغير، شوف الاخطاء اللي في الملعب زي ما احنا بنحييهم بصراحه، كابتن احمد زكريا طبعا بنحييهم، قال ان في نقط الارسال اللي ضاعت كتير في الاول مع نقط الاستقبال مع خبره لعيبه النادي الاهلي، كون ان هم يرجعوا تاني، فتحيه لنادي طلائع الجيش على اداء الشوط الثالث، وان هو خد شوط من النادي الاهلي ده يعتبر انجاز. حتى معوض قال احنا فوجئنا ان كنا متوقعين المستوى الفني هيكون اعلى في الاول والثاني من كده، هو نفسه قال كده معوض، يعني هم محترمين الفرقه كويس، لعبوا بقى من غير ضغط نفسي في الشوط الثالث، خلاص بقى خسرين شوطين وبسكور كان كبير، فلعبوا طلعوا اللي عندهم، وكان كابتن احمد زكريا ذكر تغيير مصطفى جابر، يمكن شغل اللعيبه كلها، بدا يشغل السريع، بدا يعمل فنتات ضرب من 6، فبدا ينفذ فعلا فكر كابتن ابراهيم، فقدر ياخد الشوط ده مع وجود كمان يعني اصابه عبد الله، عمل خوف للعيبه وحسسهم ان عندهم ماتش زمالك كانوا خايفين عليه، فحسوا بالقلق شويه. صحيح. مع اصابه عبد الله، بس حسام يوسف نزل شال بقيه الماتش وبقى مميز جدا وشغل اللعيبه كلها. نحيي كل اللعيبه النهارده كلهم نجوم،
بس كابتن في حاجة يعني فنية كده أنا يعني بعين المشاهد شفتها، موضوع الإرسالات شوية. إحنا عندنا إرسالاتنا في إرسالات قوية جدا، بالذات صلاح، بالذات سعيد، بالذات يعني مش عايز أنسى حد، بس في النقيض يا بتعدي حلو قوي يا بتروح في الشبكة. ده ريسك شوية ولا لا؟ هو بص، هو راجع كل لعيب ثقته في نفسه، هل هو هيلعب إرسال مؤثر؟ هو لازم يكون عنده أكتر نوع من كذا إرسال، زي ما أحمد صلاح عمال بيبقى إرسال زي الصاروخ وجاي ببن، اللي بعديه بيحطه إيزي طب قصير عشان كل اللعيبة غير متوقعة، فبيجي نقطة مباشرة. فهنا أحمد صلاح بخبرته الكبيرة قدر بيعمل كده، عبد الله بيقدر يعمل كده، أحمد سعيد بيقدر يعمل كده، إنما طلائع الجيش إرسالات بتبقى في البداية في الشوط الأول والثاني كانت سهلة وبتضيع مع الضغط النفسي، فكانت الإرسالات بتضيع من بس هم. احنا برضو ضيعنا يعني، برضو في إرسالات جت خارج الملعب وفي إرسالات جت في الشبكة. على المستوى العالمي لازم الإرسال يبقى قوي يعني. احنا في المعدل كان بالعين الطبيعية كل المعدل ولا كان أزيد شوية كده؟ لا، معدل طبيعي. الفرق العالية قوي بتبقى مثلا الأخطاء الشخصية بتبقى حوالي مثلا في الشوط بيبقى خمس أخطاء شخصية، خمس سيرفات ما يروحوش. ده اخطاء شخصيه بيشوف في الاوت او يلعب يعني حاجات اللي هو مسؤول عنها بس. يعني بالزبط. الارسال لو لعب ارسال ده بيبقى خطا شخصي لو غير ضيعه الاستقبال بيبقى تقريبا بيبقى كل شوط تقريبا بيبقى 8 اخطاء او 9 اخطاء. ما ده معدل عالي، ده معدل يعني عالي كنت بتحسب برضو. فيمكن ده نتيجه توتر يا كابتن. يعني هو الاهلي مميزته الارسال، فلان كان انا برضو ان نضيع ارسال كتيره الجيم ده واحنا ما جبناش ارسال كتيره يعني يمكن انا وده ده ميزه برضو ان طلع الجيش كان استقباله يعني كويس. كان كويس، فعشان كده بس يعني خلي بال حضرتك ده فرص، عشان كده ماتش طلع الجيش ماتش مهم لينا جدا طبعا، لانه اعداد وبروفا جيده لماتش الزمالك عشان يعني لا لو في اخطاء تصلح، لو في ظبط حاجات تتزبط. لكن هو يعني واحد بيتفرج على التمرين، بيحضر التمرين بتاعهم يشوف بيلعبوا ارسال بيتمرنوا ارسالات بشكل كبير جدا احسن من كده كتير قوي. لكن النهارده كان مفاجاه ان انا توقعت ان هو الماتش هيبقى معظمه ارسال بلوك، وده اللي حصل مع طلع الجيش بقى لما ابتدى يلعب ارسال. يمكن الشوط الثالث جابوا 4 ارسالات، جابوا بلوك او شوتين ما جابوش تلمين ولا بلوك ولا ارسال. فده الفرق معاهم يعني، دي الحاجات اللي بتفرق في المباراه. ما يجيب 6 نقط في شوط مع اخطاء الفريق الاخر مثلا يبقى 14 نقطه وبالهجوم يبقى خلاص بيقدر صحيح. يتحكم في الشوط يعني. صحيح صحيح. طب كابتن ممدوح، راي حضرتك النهارده، احنا طبعا ما بنحبش بس هو عنصر من عناصر اللعبه ولازم نقيمه يعني، التحكيم حضرتك شايف النهارده التحكيم كان موفق يعني بالعين المجرده كده؟ لا ما شاء الله الدكتور وائل قنديل وكابتن وليد الخشن عاملين ماتش كويس، حتى في الكور اللي هي فيها شك كانوا بيعملوها اجيم بول عشان ما يظلمش فرقه من الفرق، والماتش مشي ايكوال طبعا في الشوط الثالث والرابع، وكان التحكيم بصراحه من بدايه الماتش كان في ثبات. انا كنت شايف حاسس ان الناس دي عندها خبره وحكام دوليين بيروحوا كاس عالم وبطولات عالم كتير وخبر حضرتك، فهنا الماتش كان بالنسبه لهم سهل ما فيهوش اي توتر. اللي ساعد على كده تالق لعيبه النادي الاهلي. يمكن عبد الله النهارده رمانه ميزان صحيح، اما قدر يشغل الفرقه كلها وبدا يعمل الفنتات وضرب من 6 وضرب سريع وتالق بتوع ثلاثات والاثنين المحترفين مع محمد عادل في البلوك، مع عبد الله خد 3 بلوكات في الشوط الاولاني. طب كابتن ايه راي حضرتك؟ انا اسف يعني شريف شعبان مراسلنا جاهز بلقاء مع كابتن محمد مصالح، اتفضل يا شريف. من جديد بجد تحيه كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدينا مع المدير الفني للنادي الاهلي طبعا الكابتن محمد مصالح. بقول لك مليون مبروك فوزكم اليوم على فريق طلائع الجيش 3-1. مباراة كانت صعبة واتصعبت في الآخر، ولكن النادي الأهلي وخبرات لاعبي النادي الأهلي والتكتيك بتاع حضرتك طبعا على الخطوط قدر يحسب اللقاء لصالح النادي الأهلي. الحمد لله يعني كان يعني هو يعتبر طبعا جيش من الفرقة المقدمة في الدوري، عملنا محاضرة كويسة وسيطرنا في أول وتاني جيم سيطرة كاملة، تالت جيم حصل دروب كده في الاستقبال قدروا هم يخلصوه، ورابع جيم مشي برضو الحمد لله يعني 25-16 يعني الحمد لله بسهوله. الحمد لله دلوقتي ماشيين كويس، وان شاء الله الماتش الجاي في القناه والماتش الترسانه اتاجل، وربنا يسهل ان شاء الله على ماتش الزمالك يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. كابتن هيثم وضيوفه والكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل بيدعموك وفي ظهرك وباذن الله ناخد بطوله الدوري باذن الله. عارف طبعا تحياتي للكابتن احمد والكابتن ممدوح
وكابتن هيثم من زمان هو بيدعمنا وتاريخ طويل معاه يعني في من سنه كام من مفتاح القناه والله هو يعني عارف الكلام دوت. ان شاء الله ربنا يسهل بس نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ببطوله ان شاء الله. ليه الجيم صعب علينا في الشوط الثالث؟ الاستقبال هتهز شويه. عبد الله اثر علينا؟ عبد الله نجم كبير طبعا وحسام في مستواه طبعا لما طلع حصل دروب شويه بس يعني انا بقول لك هو الاستقبال مش 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 معد يعني هو الاستقبال اللي حصل فيه دروب شويه فصعب الجيم. طلبت وقت قلت لعيبتك ايه؟ واهم حاجه الهدوء شويه والكره الاولى تطلع صح وعملنا تبديلين في نهايه الشوط الرابع طلعت لعبتنا لعيبه الاربعه نزلت احمد عبد العال ومحمود رؤوف قدوا ما عليهم والحمد لله. طب حريص تقول لعيبتك ايه بعد انتهاء المباراه؟ والله انا عندي تمرين بكره قلت لهم يعني الماتش وانتهى وان شاء الله بنلتفت للماتش اللي بعد كده اللي هو ماتش الزمالك المهم جدا. جمهور النادي الاهلي عاوز الدوري. اكيد طبعا. جمهور النادي الاهلي دايما بيحب المركز الاول وخصوصا فرقتنا فرقه النادي الاهلي كره الطايره بيدعمها يعني الجمهور بيدعمها دايما وان شاء الله نقدر نسعدهم يا رب دايما كده ان شاء الله. مليون مبروك وباذن الله ماتش القناه وماتش الزمالك نفوز عليهم باذن الله ونتصدر كالعاده ان شاء الله باذن الله. مليون مبروك. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا طبعا مع كابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. فوز النادي الاهلي الكبير 3-1 على فريق طلائع الجيش. عوده ليك من جديد. فضل. مبروك اكيد ليك كمان شريف شعبان مراسلنا من ارض الملعب. والحقيقه ده كان لقاء مهم مع كابتن محمد مصلحي مين وزي ما انتم شايفين درجات التركيز والاستعداد بشكل كبير وتقدير الخصم. الحقيقه لما بيكون يعني عندك منافسات رقم واحد في المكسب ان انت تقدر الخصم. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تحليلنا الفني للمباراه وبعد كده بفكركم ان عندنا النهارده كمان مباراه ثانيه الساعه 8:30 الاهلي والاتحاد في كره السله ومش طايره بقى نروح لكره السله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين كلامنا طبعا وتحليلنا عن مباراه الكره الطائره الاهلي وطلائع الجيش واللي تفوق فيها الماسترز الاهلاوي على شباب طلائع الجيش 3-1 والحقيقه قدموا مباراه جيده اطمنا فيها على فرقتنا. وارجع لضيوفي يا كابتن احمد يمكن محتاجين نعلق على كلام كابتن محمد مصلحي في رؤيته الفنيه انه قال لك في الشوط الثالث يمكن تهزنا شويه نتيجه الاستقبال. ما هي الفولي يعني اي مدرب بيبني فرقته على الاستقبال. انا صحيح. يعني اول هحط مفيش استقبال مفيش اي فرقه بتنهار لو حصلت ما حصلش فيها الاستقبال. هو ده اللي حصل برضو ان هو يعني زي ما قلنا كده طلائع الجيش كانوا بيحاولوا ان هم يضغطوا على الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني عشان كده ضيعوا ارسال كتير قوي. يعني الشوط الاول ضيعوا 5 ارسالات وما جابوش ولا ارسال. طلائع الجيش ضيع يعني ممكن انا ضيع بس بالمقابل انا بجيب لكن هم ما جابش ولا ارسال في الشوط الاول او الشوط الثاني. برضو الشوط الثاني الشوط الثالث الشوط الثاني ضيع 6 ارسالات صحيح وما جابش حاجه برضو. فانت بتضيع وما بتجيبش في مقابل. لكن الشوط الثالث ضيع 4 ارسالات وجاب 4 اس فدي دي وابتدى يجيب بلوك ان طبعا من الاستقبال ابتدى في النادي الاهلي استقبالي يعني يبقى مش مظبوط قوي لان هو يعني لو اي كوره بتبقى بره التلت بيبقى خلاص اللعب بيبقى واضح في التلت الاولاني للملعب اولاني 3 متر الاولاني يعني خلاص بيبقى مفيش لعب سريع فيبتدي بقى البلوك في الفريق الثاني بيبتدي يستعد كويس ممكن يطلع 2 بلوك او 3 بلوك والديفنس بره اللي طبعا الضارب بيبقى مش واخد راحته فمش شايف الملعب كويس مش شايف البلوك الكره بتبقى مثلا بره الشبكه فيبتدي يعني يعمل حق الصد وده برضه هم نجحوا ان اخذوا 2 بلوك في الشوط الثالث وبعدين بيعمل ديفنس ويعمل كونتر اتاك بقى يعني هو ده اللي حصل في الشوط الثالث ان ابتدى يعني مصطفى جابر ابتدى يلعب لعب سريع كتير قوي سريع. مين افضل اللاعبين في طلائع الجيش من راي حضرتك النهارده قد طبعا رقم 4 في عصران ورقم 4 تايسون يعني ده العادي عمرو تامر رقم 4 عمرو رقم 4 مركز 2 ده مركز 2 اللعيب الاشول ده في الشوط الثالث والرابع يعني الشوط الثالث كان مصطفى جابر ابتدى يلعبه كتير قوي ابتدى يضرب من واحد وابتدى يضرب من 2 ان الكره سريعه فالكره سريعه تبقى صعب قوي البلوك صحيح يعني الكره بتبقى ما بيلحقش ياخد وقته وخاصه المركز 3 مركز 3 مشكلته انه لو الكوره مظبوطه على الشبكه بيبقى بيضطر ان هو لازم يقف المان بتاعه ما يقف مع السريع صحيح فممكن يبقى في سنجل بلوك لكن الكوره لو بره التلت خلاص مركز 3 بيبتدي يقدر يضم في المركز 2 او مركز 4 فبيبقى الصد بيبقى اسهل كتير قوي بيبقى الديفنس وراه بياخد ياخد وضعيه الاستقبال كويس او يلم من ورا البلوك فده اللي حصل يعني في الشوط الاولانيين
ان يعني الاهلي مسيطرين على المقاليد بشكل بس كبير، بس برضه ما حققناش الشوط برضه يعني. بالعكس لا 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 بالعكس انا كنت عايز الرالي يطول اكتر، وكنت عايز اللعيبه الفرقه تلعب. اه والله اللعيبه تلعب ويبقى بيقول ايه رايك يا كابتن يعني. لا انا بالنسبه لي يمكن الحته ان احنا نخسر الشوط دي، يمكن كابتن ابراهيم ميزه السكاوتنج اللي بيتعمل ان هو بيقدر يحلل وبيقدر ياخد معلومات من الراجل المحلل التقني ويبدا يلعب على نقطة الضعف، زي ما وقف نادى على مصطفى جابر في الشوط الثالث وقال له العب ارسال، لما شاف كابتن محمد مصلحي خلى احمد سعيد يطلع قدام ومحمد معوض ياخد الكره اللي وراه. طبعا مصطفى جابر لعب في خط مستقيم في خمسة فجايب بونت مباشر، هنا كان لازم دي نتمرن عليها، احمد سعيد كان لازم ياخدها صوابع واخبار حياتك، فلازم يحصل عدد ثاني لان تمام. صعب جدا ان الليبرو يروح في خمسة وخبالك وياخد الكرة استريت من وراه. يمكن كان هو في حيرة كابتن محمد مصلحي في الشوط الثالث لما لعب احمد عبد العال مكان احمد سعيد. احمد سعيد من الضريبة العاليين جدا في مصر، وخبر حياتك سواء من الخلفي او الامامي، بس في الخلفي انا يعني بحبه اكتر يعني، بحبه مصنف عالمي، مصنف عالمي الضرب الخلفي يعني. هو الفتى الطائف لما بيشوط الكوره من ستة تحس ان هو بيشوط من على الشبكه. بقول لحضرتك احمد سعيد انا شايف ان هو ستة بالنسبه له، هو عنده التكوف وارتقاء وبيفضل في الهواء يعني يمكن بنخسره لما بيجي على الطرفين، انا بحس كده. فبقى كان في حيره اللي احنا يعني هو يعمل ايه، هل الاستقبال الاول ولا الضرب في وقت من الاوقات المشي الفرقه ماشيه ايكوال، فاضطر يرجع احمد سعيد تاني للملعب بعد ما خد احمد عبد العال الثلاثه بوزيشن الخلفيين فقدر وخبر حضرتك يرجع تاني وقبل حياتك باحمد سعيد عشان الضرب من على الشبكه، لان كان في حسام يوسف على الشبكه وفي اتنين ضربه بس، فكان موقف صعب عليه. يمكن هي ده البوزيشن اللي قدر الجيش يطلع عليهم في الوقت ده. وبعد كده انهى الشوط طبعا بتالق من لعيبه الجيش في الروح والتركيز في الارسال والضرب المتنوع زي ما ذكر كابتن احمد زكريا من اللاعب عمرو وتشغيله للكره السريعه بالنسبه لمصطفى جابر. فهنا احنا بنقول برافو لطلائع الجيش ان هو قدر ياخد شوط من النادي الاهلي، وان شاء الله عندهم ماتش الزمالك يوم الجمعه نتمنى عشان يبقى فرصنا تزيد طبعا. طب قول لي يا كابتن راي حضرتك وتقييمك لكرازيمير وريموند اللاعبين المحترفين في صفوف النادي الاهلي. بصراحه النهارده الاثنين اللعيبه عملوا اللي عليهم، عبد الله شغل لاعب مركز ثلاثة المحترف اللي هو كرازيمير البلغاري كرازيمير، شغل محمد عادل قدر ما بيشغل السريع بيبدا يبني من ورا الفنت بتاع ستة واطراف لاحمد صلاح ولعيبه اربعه، فعبد الله عمل مجموعه من الفنتات النهارده مع تشغيل اللعيبه كلها وهم كانوا كلهم ما شاء الله متالقين، فقدر ينوع اللعب اللي بس هو بس بحس شويه ان كرازيمير او ريموند بحس انه في البلوك او حائط الصد يعني بحس ان في يعني مش عارف راي حضرتك ايه، هل هم متميزين في حائط الصد ولا لا؟ مش عارف. لا هو طبعا البلوك طبعا من كابتن ابراهيم سبع اللعب قوي، فعلى المستوى العالمي صعب اللعيب ثلاثه ان هو يضم. يمكن عبد الله في بدايه الماتش لما وقف وخبر حضرتك جنب الانتن ودخل ايده وخبر حضرتك خد ثلاث بلوكات في بعض، لان الكوره ملهاش للعيب مفر، اللعيب بيطلع للشوت لان الكوره بوش سريعه جدا بالزبط. فمش هيقدر يتصرف فيها. فعبد الله مجرد ما حط ايده وقف استناه، وده السيستم بلوك بيبقى السكاوتنج بيبقى المدير الفني لما يبقى قابل الفرقه اللي قدامه بيقدر يحدد هل البلوك الطرف يبدا من جوه عشان يساعد مركز ثلاثه ولا يستنى يبدا من بره. فهنا عبد الله بصح كان مميز جدا في بدايه الماتش مع محمد عادل مع البلوك كازيمير. كازيمير بيضرب الكوره الوان من عالي جدا ما شاء الله، لما بيشغله بيفرق كتير جدا ويقدر يبني من ورا كره سته. يعني حضرتك راضي تماما عن البلوك واستقبال الاجانب؟ لا طبعا، لا كويسين جدا وما شاء الله النهارده كويسين جدا. طب كابتن احمد اجي لك يمكن نحط عين كده يعني احنا للمباراه الاهم وهي مباراه نادي الزمالك يوم الاثنين ان شاء الله، يعني مباراه القناه كل الاحترام طبعا نادي القناه طبعا ومباراه برضو مهمه وليها كل الاحترام، ولكن مباراه الزمالك مباراه لا تقبل القسمه على اثنين. حضرتك شايف نقط ضعف او نقط قوه نادي الزمالك اللي احنا المفروض ناخدها في الاعتبار؟ هو نقطه القوه طبعا هو يعني عوده محمد عبد المنعم للزمالك، ان هو طبعا من افضل المستقبلين في المستوى على مستوى مصر، طبعا مستقبل كويس مع احمد يوسف مع الليبر برضو احمد درونكا، يعني هم عندهم الميزه الاستقبال، لكن يعني هم نقط ضعف طبعا الضرب العالي عندهم
هو مش موازين صحيح يعني. 6 ولا 4 ولا 3 الضرب العام عامه يعني عامه يعني في هيبقى في رضا برضو يعني. انا بقول الزمالك المفروض طالما ما عنده الاستقبال بقى كويس جدا لازم يلعب سريع، بيبقى افضل بكده سريع بكده، بيبقى ضرب الخلفي او ضرب من اثنين. ما حضرتك شايف نادي الزمالك استقباله افضل كثير من الضرب تحسن يعني. طبعا مع عوده منعم يعني يعني عوده منعم طبعا هو لعيب يعني كويس. طب قول لي يا كابتن، اجانب فريق الزمالك يعني هل معاه اجنبي واحد ولا اثنين؟ هو عارف ان كان معاه واحد وما اعرفش غيره او حاجه زي كده يعني ما اعرفش. هو لحد دلوقتينا هذا جايبين لاعب محترف مركز 4 واخد حضرتك، بس لحد دلوقتي في مشكله في تسجيله في الاتحاد، يمكن هتتحل ان شاء الله خلال قبل الماتش الاهلي يعني غالبا هيلحق الماتش ان شاء الله هيلحق. بس هو برضه ميزه ان هو اللاعب ما لعبش مع الفرقه ما انسجمش لسه، فدي ميزه للنادي الاهلي. مع رحيل اشرف ابو الحسن الحاوي اللي هو يعني راح نادي سموحه. اشرف ابو الحسن كام سنه؟ حاجه 40 46 سنه يمكن، عامل ريكورد 75. يكون ان هو موجود في الملاعب دلوقتي بنحييه، يكون ان هو لعب في نادي الزمالك فترات كبيره جدا ولعب مع منتخب مصر، وكان هو عبد الله بيشكله مع طلائع الجيش السنه اللي فاتت، ما احنا كسبنا الكاس وهو كان موجود في الملعب. دي حقيقه دي حقيقه. اشرف من اللعيبه الكويسين جدا، يمكن بلوم عليه برضه يا اشرف يعني انت كنت بنقعد بره بنتفرج بتلعب البلوكات فتل، النهارده يعني استسلم للسيستم العالمي بيفتح الملعب وخبر حضرتك وبيلعب واحد سريع. لا انا متعود من اشرف ان هو كان ايه البلوك مش عارف يقوم ارفعه زي الفشار. طب قول لي هو 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 اتنقل راح سموحه. دي حقيقه دي حقيقه. طيب مين اللي في مكانه في يعني شغل مكانه في نادي الزمالك؟ في ابن كابتن محمد اللقاني المدير الفني اشرف اللقاني، ومعاهم احمد فتحي اللي كان معد في الجيش وراح وخبر حياتك نادي الزمالك السنه دي، فالاثنين صغيرين في السن مع خبره اللعيبه الكبار زي ما تفضل كابتن احمد زكريا وقال احمد يوسف ومحمد عبد المنعم، ظبطوا الاستقبال في نادي الزمالك. ماتش في الملعب مين افضل؟ الارسال زي ما قال وتفضل الارسال القوي مفتاح المكسب للنادي الاهلي. هتلعب ارسال قوي على لعيبه نادي الزمالك هو ده المفتاح. زي ما حصل النهارده وعبد الله قدر ينوع اللعب ان شاء الله هيبقى المكسب حليفنا. غير كده يا جماعه بيتمرنوا صبح وبعد الظهر في معسكر الفرقه، في تركيز، في تحليل لماتشات الزمالك عرض اتفرجوا عليها. طبعا كابتن محمد صلحي والجهاز المعاون قايمين بالدور كويس قوي، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق لان الماتش دوت تكسب انت هتحافظ انك في منافسه على البطوله، لو تخسر هتدي الزمالك فرصه ان لو كسب بقيه ماتشاتك وخسر ماتش الاهلي الاخراني ياخد الدوري ياخد الدوري. فاحنا مش عايزين نخش في الحسبه دي، فبنقول لهم من دلوقتي ركزوا الماتش ده فيصل. طب خلينا بص يا كابتن، خلينا نستعرض معاك كده مثلا نتائج مثلا نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك اللي هي الجدول اللي كنا جبناه يا جماعه بتاع جدول ترتيب الدوري بسرعه كده قبل ما نختم عشان برضو احنا لينا مباراه قويه. فعندنا هو النهارده الزمالك كسب الاتحاد 3-1، حلو الكلام 3-1، فكده بقى عنده 9 لعب و9 فوز و ليه 27 وعليه 4 اشواط. خلينا نحلل الارقام وليه النهارده طبعا 3 نقط 26 نقطه تمام. احنا النهارده احنا طبعا ايه احنا بنقول الجدول اللي معانا وزودنا عليه مباراه النهارده. احنا لعبنا 8 لينا ماتش مؤجل، فوزنا في 7 تمام، خسرنا 1 لينا 20، النهارده بقى لينا 23 شوط صح وعلينا 4 لو حضرتك شفت كده نحلل الارقام. خلينا الاول قبل ما نبصش للنقط لان قلنا النقاط مش هنبص لها، احنا علينا 4 شوط ونادي الزمالك عليه 4 شوط، يبقى تقريبا الاداء الدفاعي تقريبا هو هو. ليه رايك يا كابتن احمد؟ لا بس احنا يعني احنا يمكن لعبنا ماتشات اصعب شويه الزمالك يمكن يعني ايوه صح كويس ده تحليل منطقي كمان يعني لعبنا الماتشات القويه اغلبها يعني احنا لعبنا بتروجيت ولعبنا النهارده طلائع الجيش ويمكن الزمالك عنده الماتش الجاي هيبقى مع طلائع الجيش يعني ولعبنا سموحه يا كابتن صح؟ لعبنا سموحه اول ماتش فيمكن برضو الماتش الجاي هيبقى الزمالك وطلع الجيش ان الزمالك بياخد مننا والزمالك فاضل له الجيش واحنا فالزمالك بيبقى عنده ماتشين قويه جدا وماتش يعني المستوى اللي لعب بيه طلع الجيش النهارده ده يعني ممكن. طب يا كابتن احمد تفسر بايه انه نادي الزمالك ليه 27 شوط واحنا لينا 23؟ برضو نفس التفسير ان احنا لعبنا ماتشين. ما احنا لو احنا مثلا الماتش المؤجل ده كسبناه هيبقى لنا 26 شوط صح
يبقى ماشي مؤجل. يبقى احنا يعني لا احنا الدنيا متكافئه كده متكافئه جدا. بس هو احنا هننتظر برضو مباراه طلع الجيش ونادي الزمالك المباراه الجايه فين هتبقى فين يا جماعه لويتو في الجيش برضو في الجيش في الجيش في في صاله لان الجيش لعب عندنا النهارده الماتش اللي جاي بقى عنده هو الزمالك دايما بياخد من بعد الماتش الاهلي عشان احنا بطل وصيف فبيبقى بياخد منه ما نعرفش يعني هو الجدول محطوط كده هو لو طالما انت بطل وصيف هو بياخد مبارياته فبتبقى هي كده شايف ان الدنيا مقفوله يعني كلوس. يعني سكه الاهلي ان شاء الله يعني شكه يعني الاهلي برضو هيبقى يعني هو ماتش زي ما قلنا ماتش الدوري الدور الاولاني في النادي الزمالك هو ده الماتش يمكن خسارتنا من البتروجيت هي اللي حطتنا في الموقف ده يمكن حطتنا ان مباراه الدوري تبقى خارج ملعب لا هو ملهاش علاقه هو جدول اتحط لا مش قصدي اقول لك ان المباراه الخساره خلتنا قلنا يعني احنا رايحين المباراه واحنا دي مباراه الدوري يعني دي حقيقه هو بحطك في موقف لا تحسد عليه ان كون ان الماتش الجاي هيبقى ماتش حساس لو انت النهارده لا قدر الله ما كسبتش بتدي فرصه لنادي الزمالك ان هو يكسب بقيه ماتشاتك غير الماتش الاخراني مع الاهلي فهو كده بيحسم البطوله بدري ما بقاش انت المتحكم غير قبل كده كان السنين اللي فاتت لا بس بدري برضه يعني بدري. لا هو احنا مش متوقعش ان شاء الله لا احنا بس يعني بنحلل الارقام بس وده طب كابتن يعني يعني بشكركم جدا لان طبعا انا كنت عايز اسال حاجه ثانيه بس معلش الوقت عدى فبشكر حضرتك يا كابتن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ربنا يخليك بشكرك والف مبروك النهارده على المكسب ونبارك لبعض ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله الفوز ان شاء الله مبروك للجهاز الفني مبروك للاعبين مبروك لجماهير النادي الاهلي مبروك لحضرتك كابتن احمد زكريا انا مبسوط ان طبعا في الاستوديو مع نجوم كبار احمد زكريا حدث ولا حرج القاب كثيره انجازات يمكن كنا بنتعلم منه وقبل حضرتك نجم كبير طبعا نجم كبير ولسه بنتعلم منه يا كابتن شكرا كابتن شكرا جزيلا بشكر كابتن احمد زكريا طبعا بشكرك شكرا جزيلا مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الصراحه الحمد لله شاكر جدا طبعا وشرف ليا ان انا اكون متواجد معاكم يعني شكرا جزيلا كابتن اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نستقبل ان شاء الله ضيوفنا ضيوف الاستوديو التحليلي كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد عشان نبتدي نحلل مباراه كره السله الاهلي والاتحاد ولكن بعد الفاصل